أهلا بكم مشاهدينا إلى فقرة ضيف التحرير في سياق تدخلات الأحزاب السياسية ضمن التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة في المغرب. نستضيف اليوم محمد الدريسي الأمين العام لحزب العمل. أهلا بك. شكرا. أهلا وسهلا. طيب، ما هي أهم محاور البرنامج السياسي لحزبكم في الانتخابات المقبلة؟ شكرا. أولا وقبل كل شيء، لا يصوت أحد على برنامج، وإنما يصوت على أشخاص، وبالتالي فالأحزاب مطالبون بتقديم اقتراحات وأولويات لمعالجة المشاكل والمعضلات التي يواجهها المغاربة. وفي رأينا هناك عدة مشاكل التي ينبغي أن نعالجها، وفي البداية معالجة الهدر المدرسي، لأن الكل يتكلم على إنعاش التشغيل ولكن لا يعطي الأسباب الحقيقية للبطالة. أسباب الحقيقية للبطالة هو الهدر المدرسي، لأن يجب علينا أن نمكن أبناءنا من متابعة دراستهم وللحصول إلى دبلوم عالي أو دبلوم التكوين المهني ليصلوا إلى منصب شغل وللعيش الكريم. ولذلك فحزب العمل يقترح تخصيص صندوق دعم مدرسي يكون ممول من ضرائب خاصة ومن إعانات وطنية ودولية. هذا لا يسمح للمغاربة أن يتجولون في الشارع ويرون أبناءهم تيطلبوا تيمسحوا الصبابط تيمسحوا الزجاج ديال تيبيعوا بالديتاي إلى آخره. فيجب علينا أن نخصص صندوق دعم مدرسي ليوفر لأبنائنا ما يوفر لهم وسائل النقل وأدوات مدرسية إلى غير ذلك. المعضلة الثانية هي الإهمال بقطاع الرياضة خاصة في المنظومة التعليمية. الكل يعلم أن الرياضة هي أصبحت تجارة وصناعة دولية مديرة للدخل وتساهم في خلق مناصب شغل وكذلك بتقليص في الأمراض المزمنة. فعلينا أن نخصص للمدرسة ساعة على الأقل في اليوم وليس ساعة في أسبوع كما هو معمول به الآن، ومع ذلك فالأغلبية ديال التلاميذ يتملصون من هذه الساعة بتقديم شواهد طبية. فعلينا. نعم أستاذ، تحدثتم عن الهدر المدرسي، تحدثتم عن القطاع الرياضي والتعليم بالخصوص. كيف يمكن أن تأقلموا برنامجكم الانتخابي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وما ترتب عنها من أزمة في مجموعة من القطاعات؟ اسمحوا لي أن أتمم أن نتكلم عن المحور الثالث. تفضل. المحور الثالث وهو معالجة بعد التجاوزات التي تمارسها بعض المصحات أو المؤسسات الاستشفائية وبعض المؤسسات التعليمية في القطاع الخاص. الكل يعلم أن هناك تجاوزات كثيرة تضر بالمواطنين. فحزب العمال يقترح إقامة شراكة أو تعاقد بين القطاع العام والقطاع الخاص، وبموجب هذه التعاقد فالقطاع العام يقوم ببناء وتجهيز المصحات أو المؤسسات الاستشفائية، ويقوم كذلك ببناء وتجهيز المؤسسات التعليمية ويسلمها إلى الخواص لتسييرها وفق دفتر تحملات واضح الالتزامات. وبهذا سيتحرر القطاع الخاص من نفقات التجهيز والبناء التي هي نفقات جد مكلفة، وبدوره القطاع العام يتحرر من نفقات التسيير التي هي نفقات قارة وكذلك هي نفقات مكلفة.
وفي الأخير فالمواطن يستفيد من أسعار جد مناسبة. طيب. هذا ما يخص وظيفة المنتخب الوطني. فيما يتعلق بوظيفة المنتخب المحلي فهناك برنامج قائم منذ 2003 و2004 وهو النموذج وهو المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. فهذا برنامج استراتيجي وبنيوي يجب أن نعمل على تسريع وتيرته وعلى تسريع تفعيله، لأنه يهدف إلى محاربة الهشاشة، إلى محاربة الفقر، إلى محاربة الإقصاء الاقتصادي والاجتماعي ومدن الصفيح إلى غير ذلك. طيب، ماذا عن قطاع التشغيل؟ ما هي أهم المحاور التي يتضمنها برنامجكم بخصوص هذا القطاع؟ التشغيل، إنعاش التشغيل هو مرتبط أساسا كما قلت بمتابعة الدراسة لتمكين أبنائنا بالحصول على منصب وبالتالي على العيش الكريم. ولكن هناك أيضا التشغيل مرتبط بتقوية الاقتصاد الوطني، وتقوية الاقتصاد الوطني مرتبط بتقوية المقاولات وكذلك بتقوية الثقافة السائدة لدى الشباب الذين لا يراهنون إلا على القطاع العام. وبالتالي شكرا لك محمد الدريسي الأمين العام لحزب العمل، كنت معنا مباشرة من الدار البيضاء.